الخلاصة في قضية نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، هقول لك اللي هيتم إيه في الأيام القادمة، والقضية دي هتخلص على إيه، لأن طبعا قضية رأي عام. هقول لك رأيي من الخبرة القانونية من الولايات المتحدة الأمريكية. بداية، الأم اللي هي أم نيرة عندها emotional stability، ثبات انفعالي غير عادي. يعني المفروض لما بيكون حد اتقتل أو أم أو أب ابنه انتحر أو اتقتل بالذبح، المفروض بيحصل له يا إما depression اكتئاب، يا إما بيحصل له post traumatic mental disorder، يعني الصدمة النفسية بعد اللي حصل له دوت، يعني ممكن تقدر تقول برضو mental disorder اضطراب عقلي من اللي حصل لابنه أو بنته. لكن عندنا هنا أم نيرة حاجة غريبة، عندها ثبات انفعالي بطريقة تخليك تفكر 50,000 مرة ايه النوعية دي. مش هي بس، ده هي وجوزها حاجة فعلا، ولما يعني غريبة غريبة. ولما تسألت طب انت يعني جايبة الثبات الانفعالي ده منين، قالت لك وانا يعني المفروض اطلع يعني ما عيط طول اليوم. ايوة المفروض تعيطي طول اليوم، ايوة المفروض. امال يعني المفروض تزغرطي؟ مش ابنك اتقتل، بنتك اتقتلت، مش ده قتل، مش دي بنتك ولا في ايه؟ طيب ما فهمونا يا جدعان. كل شوية يطلعوا لك ام نيرة ابو نيرة واخت نيرة، برامج مختلفة طول اليوم طوال اليوم، هم بيطلعوا يعني 5-6 برامج يوميا. انا خايف مثلا اخش البوتاجاز الاقيكم مثلا مع الفراخ وهي بتستوي، خايف مثلا وان انا ماشي مثلا بفتح الحنفية الاقي مثلا ام نيرة ابو نيرة اخت نيرة نازليني من الحنفية، خايف مثلا وانا ماشي كده سايق عندي هنا الاقي مثلا ام نيرة ابو نيرة اخت نيرة نازليني كده في المطرة. هو في ايه يا جدعان؟ هو في ايه كده؟ انتوا بتقللوا نسبة المصداقية لذا الناس عندكم، وبالتالي فعلا في نسبة كبيرة جدا متعاطفة مع محمد، نسبة كبيرة جدا في الوطن العربي والخارج متعاطفة مع محمد، على وانه كمان انه هو القاتل، ودي حاجة غريبة حاجة غريبة. طبعا انا ما ببررش القتل، القاتل يقتل ولو بعد حين، ده قانون، قانون جنايات داخل مصر، مش بس مصر ده على مستوى العالم. القضية فيها قاتل ومقتول، القاتل في هذه القضية محمد عادل، المقتولة اللي هي الضحية نيرة أشرف، إذن هو قاتل طبقا للقانون على مستوى العالم، قانون الجنايات هو القاتل، ده بقال حدة وفي النية ان هو يقتل، ده احنا اصلا ما بيبررش القتل. لكن محمد عادل لما اتكلم في المحكمة نسبة كبيرة جدا تقدر تقول كده 30-40% غيرت رأيها وبقت متعاطفة معاه جدا، لأنه غلبان بطريقة غريبة. تحس كده أن الولد اتضحك عليه، تحس كده أن الولد بيتكلم من قلبه، كلامه مش كلام محامين، كلامه من قلبه، بيطلع من قلبه، على وأن الجو أصلا جو فيه ضغط نفسي وفي 50,000 واحد واقف حواليه، وطبعا جاي من قفص اتهام و يعني مترحل من السجن، يعني الجو نفسه الولد بيكلم من منتهى الطيابة منتهى البساطة، وباين كمان ان هو مثقف، وباين كمان ان هو متعلم، ده الاول على الدفعة يا جدعان، 3 سنين الاول على الدفعة. احنا عندنا كام واحد بالشكل دوت؟ ده هم قلة على مستوى مصر كلها اللي هم الناس المتفوقة، لكن الوطن العربي وكتير جدا داخل مصر متعاطفة جدا مع محمد عادل، معادل، على وانه هو القاتل، ده هو كمان اللي قتل والناس متعاطفة معاه. الفدية بتكون فقط في القتل الخطأ، او بتقال عليه في القانون الجنائي مانسلاتر، مانسلاتر ده قتل خطأ، لكن هنا مش قتل خطأ، ده هو كان في النية في الانتنشن، وكمان في سبق الاصرار والترصد مع استخدام آلة حادة. فموضوع الفدية اللي هو رانسم مش موجود اصلا ومش هيحصل، لان محمد كمان في المحكمة وده مسجل في الكورت مينت اللي هو محضر الجلسة، كان بكامل قواه العقلية قال انا فعلا قتلتها
وطعنتها يعني مش مضغوط عليه ولا هو تحت اي ضغط من الضغوط. الولد بكامل قواه العقلية اعترف اعتراف رسمي داخل المحكمة وهو مسجل في محضر المحكمة. فاذا موضوع الفدية ده بعيد جدا ومش هيحصل من خلال خلي بالك خبرتي القانونية. انا بقولك مش هيحصل مش هيحصل. طب طبقا للقانون الجنايات في مصر وطبقا ايضا للثقافة المصرية دي قضية رأي عام. موضوع الفدية مش هيحصل على وان في ناس كتير من الوطن العربي عايزة تقدم فدية وعايزة تدفع فلوس عشان تساعد محمد عادل. لكن انا بقولك مش هيحصل. في المحكمة لمحمد عادل القاضي سأل المحامي الخاص بنيرة اللي هو بيمثل نيرة في هذه القضية حضرتك المطلوب ايه؟ قال المطلوب 1,000,000 جنيه تعويض. جت بعد كده ام نيرة قالت لك لا. هي ام نيرة في ايه طيب؟ قالت لك لا ده هو قال كده من نفسه ده هو احنا ما يعني ما قلناهوش احنا اتفاجئنا اتفاجئنا. وفي حاجة اسمها اتفاجئنا ام نيرة؟ اتفاجئتوا في ايه؟ اتفاجئتوا في ايه؟ في حاجة اسمها agreement او contract agreement في اتفاق في العقد في العقد شريعة المتعاقدين. اي محامي عشان ياخد قضية ده لازم يكتبك عقد. هو بيطالب بمليون جنيه الحق المدني اللي هو civil right بياخد هو نسبة من المليون جنيه ديت بناء عليه. ده اتفاق بينكم انتوا وانتوا مكتبين العقد وهو ماضي وانتم ماضيين عشان يمثلك في المحكمة. لو بناء على كلامك وبتقولي ان هو لا ده عمل حاجة كده من دماغه ده احنا اصلا اتفاجئنا. ما ينفعش يا ماما حاجة اسمها اتفاجئنا ديت. ما ينفعش ده كده بيخل بالمهنة مهنة المحاماة. بيوقع عليه شرط جزائي من قبل نقابة المحامين. في عقد تم بينكم انت بقى ما تطلعيش عشان احنا اصلا مش قاعدين هنا بتين شوكي ولا مثلا راكبين حصنا ماشيين في الغابات ومش عارفين القوانين ايه. ده للنهار يا ست قوانين للنهار. يبقى انت في حاجه يا منيره يبقى انت في حاجه يا منيره. الكلام بيتغير وقلتي لا مش عايزين مليون جنيه. الله في ايه طيب ما انت لسه في ايه في ايه ما تغيريش الكلام يا منيره. ما ننساش طبعا في attorney client privilege. attorney client privilege ده ما يقدرش المحامي يقول ما كتب بينكم اللي هو الكلام المكتوب ما يقدرش يطلع سر العميل بتاعه بره وهياخد النسبة كام. ده من ضمن العمل بمهنة المحاماة. فانت ما تغيريش يا ام نيرة يا ستي ما تغيريش الكلام عشان حتى الناس تصدقك تصدقك. طلعت لك بعد كده ام نيرة قالت لك لا مش عايزة حتى لا 5,000,000 مش عايزة فلوس. وبنتها لا الفلوس اصلا ما تجيبش دم بنتي اللي راح ما تعوضنيش عن بنتي. طبعا الف 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 مبروك يا ام نيرة. طبعا في شركة سعودية هتطلعهم هي وابو نيرة يعملوا عمرة ان شاء الله باذن الله في المملكة العربية السعودية. ألف 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 مبروك. الغريب في الأمر في القضية ديت إن أبو نيرة يعني بعد ما القاضي قال كده في court verdict أو final judgment الإدانة حكم الإدانة في المحكمة أبو نيرة قال لك أنا عازم القيادات الأمنية في المحافظة لعزا بنتي. هو ده أسبوع ولاء يا أبو نيرة؟ هو ده مثلا يعني عيد ميلاد سهى؟ بتعزم مين حضرتك؟ بتعزم مين؟ أنت مفروض حضرتك يا أبو نيرة أنت مفروض تكون نفسيا يعني بتعيط وبتبكي على بنتك. بتعزم مين يا أبو نيرة؟ هو ده فرح مثلا هنجيب مطرب فيه بتعزم الناس يا أبو نيرة؟ يعني بقولك المصداقية يا أبو نيرة مهمة جدا حتى للناس عشان حتى الناس تصدقك. يعني بتعزم مين اصلا؟ يعني نجيب مثلا عصير قصب يا ابو نيره ونجيب تين شوكي عشان نحضر العشاء بتاع نيره؟ دي مقتوله يا ابو نيره. في ايه يا ابو نيره؟ بتعزم مين حضرتك؟ بتعزم مين؟
كلام مش منطقي يا ابو نيرة. المفروض تقعد تعيط، انت زعلان على بنتك يا ابو نيرة، وانت ابو نيرة المفروض تقعدوا تعيطوا بقى. ما كفايه بقى برامج بقى يا جدعان، وانتوا هتعملوا فيلم يا جدعان، هتعملوا فيلم يعني مثلا مسلسل بقى جاي مثلا في الحنين بالكاميرات والتلفزيون. هو في ايه؟ مش بنتكم برضو دي المقتوله يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ ايه ده؟ طبعا انا ضد القتل وضد محمد عادل ان هو اتخذ القرار بسرعه وراح قتل زميلته. مهما حصل استغلتك، مهما حصل ان انت عملت لها ابحاث 3 سنين، مهما حصل يا محمد ان انت اصلا كنت بتشتغل عشان تصرف عليها، مهما حصل ان امها عارفه وانت كنت بتخش البيت وابوها عارف وامها عارفه وبعد كده انت اتخدعت، لكن القرار صعب يا محمد، المفروض تتريث. لكن محمد ما عندوش خبره، ما عندوش خبره حياتيه. الولد اتضايق، اتضحك عليه، فعشان كده كان عنده رد الفعل بتاعه كان سريع شويه، الغضب سريع شويه. في ناس كده، في ناس اللي هم الناس صادقه جدا، لان كل الناس وكل الجيران بيشكروا في الولد دوت. الولد ده منطوي على نفسه، ده بنقول عليه نيرد. نيرد يعني عبقري. الاول على الدفعه 3 سنين، يعني سنه كان هيتعين معيد في الجامعه. محمد كان مستقبله زي الفل، زي الفل. انتوا مش عارفين ده، محمد كان ياخد اي بعثه بره عشان بس يتعين معيد، كان يتصرف عليه محمد في الخارج. محمد كان 2 و3 سنين بعد التخرج هتلاقيه فوق. فلوس ايه اللي بتكلموا فيها؟ ده بيتصرف عليه في الخارج دوت. امها مش عارفه ده ولا ابوها عارفين ده، بصوا له ان هو فقير. ما ياما ناس فقراء طالعه من دول وفي الخارج بقت زي الفل. ده متفوق. النرد استغلتوه عشان ابحاث. ده باعتراف لسان كنتو. كان بيعمل ابحاث للبنت. الله، يعني عامل شغل البنت. البنت ما كانتش بتروح الجامعه. كانت بتشتغل موديل. مين اللي بيعمل لها شغلها؟ هو اللي بيعمل لها شغلها، ورقها كله والابحاث بتاعتها، هو اللي كان قايم بشغلها كله خلال ال3 سنين، وبيشتغل عشان يصرف عليها. لان البنت كانت بتشتكي للولد، بتقول له بابا وماما ما بيصرفوش عليها، عندها مشاكل ماديه. فالواد كان بيشتغل وبيصرف على البنت. الولد اتخدع. وده صعب جدا يا جماعه، صعب جدا ان انت حد يعشمك في الحياه، خصوصا في الحب في السن الصغير دوت، وفي الاخر يقول لك بالسلامه لما ياخد منك كل حاجه. هو كنز العلم. اتضحك عليه. لكن كل ده مش مبرر ان هو يقتل. احنا ضد القتل، ضد قتل نفس بشرية، احنا ضدها طبعا تماما. ويطبق القانون، ده قانون جنايات. القاتل محمد هياخد حقه، هياخد نصيبه. وصعبان عليا جدا الولد دوت، جدا 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 جدا. القاضي ليه ورق بيطبقه، والقاضي عارف من خبرته في الحياة ان الولد ده كويس، ما عندوش اي خبرة. محمد ما عندوش كريمينال ريكورد، ما عندوش سجل جنائي. محمد ما عندوش سوابق، ده بنقول عليها first offense، دي اول جريمة في حياته. محمد ما عرفش حاجة. محمد بالنسبة له قفص الاتهام ده مين دول؟ انا مش من هنا. محمد في حالة يرثى لها، ده الجزء الإنساني. إحنا معاه عاطفيا وإنسانيا، إن بني آدم مش مصدق اللي بيحصل له. بني آدم اتخدع في الحب وفي الآخر ما يتقلوش أنت معفن، أنت مش مننا، أنت مين أنت، أنت مستواك تعبان، أنت وأنت مش لازم يا ستي أصلا يكون مليونير. الطلبة في السن ده مطلوب منها أنها تذاكر عشان تجيب درجات كويسة وتتخرج، بعد كده ربنا بيكرمه. مياما ملايين اتخرجت من جامعاته ما كانتش لاقيه، وبعد كده ربنا كرمها وبقى مليونيرات. ايه المشكله؟ الله يرحمك يا نيره حبيبتي، لسه في بدايه العشرينات، ما شافتش دنيا، ما تمتعتش بالحياه، لسه زهره جديده طالعه للدنيا. ما يكونش ده مصيرها، لكن كله مكتوب فوق.
ان تكون نهايتها بالشكل دوت، وهي في مكان اخر افضل من اللي احنا فيه في هذا العالم. الله يرحمك، الله يرحمك. قمر، قمر، الله يرحمك يا ماما. زعلانين جدا عليكي، جدا عليكي، خصوصا ان القتل امام الجامعه، الحرم الجامعي، صعب جدا. كل العالم اتفرج، كل العالم اتفرج على هذا الفيديو الشنيع. ونقول لمحمد عادل واهل محمد عادل ان صعبين علينا جدا 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 من الخارج جدا. امه اللي اصيبت بجلطه، الام اللي ربت وكبرت مش مصدقه ان ابنها يقتل، مش مصدقه. واخواته البنات، صعب جدا يا جماعه، صعب جدا ان تبص فجاه. ده يعتبر عائل الاسره، راجل الاسره، راجل البيت، ام ومعاه اختين، الابن في السجن، والام جالها جلطه. صعب، لا صعب. انت لو حجر حط نفسك مكان الناس دي، حط مكان نفسك الاثنين قصاد نيرة، يعني مكان نيرة ومكان أسرة محمد عادل. الموقف صعب جدا، ولكن من الحياة بنتعلم عشان الموقف ده ما يتكررش تاني وتالت ورابع. أصعب حاجة الاستغلال يا بشر، أصعب حاجة أنك تستغل بني آدم، أصعب حاجة أنك تستغل علمه. إن كان عندك ده طبيعي، في الخارج مش طبيعي، في الخارج مش طبيعي. ما فيش حاجة هنا في أمريكا، هنا واحد يعمل شغل واحد ثلاث سنين ويقدم له ورقة وأبحاث وواوا، لا لا لا، بتتلغي الدرجة بتاعتك، بتطرد من الجامعة، بتطرد من الجامعة، بتتحط حاجة اسمها الأكاديميك بروبيشن في أمريكا، هنا بتطرد من الجامعة، مش هتعرف تخش أي جامعة في أمريكا بسبب الغش، بسبب إن حد عمل لك شغلك. ما عندناش إحنا الكلام دوت. التعليم ما فيش حد بيعمل شغل حد، لو حد عمل لك شغلك يبقى انت اصلا كده بتستغله، بتستغل علمه عشان تاخد شهادة على قفاه. هو ده، هو ده اللي عندي. الله يرحمك يا نيرة، وربنا معاك يا ابني محمد عادل، والقاضي الله عليك، الله عليك، نموذج مشرف لقضاء مصر، لقضاء مصر. ولكن ليا رأي في المحكمة. سيادة القاضي، أطالب من وزارة العدل في مصر المحكمة تكون منظمة أكتر من كده. احنا محتاجين فقط ترابيزة زي الخارج كده، زي أمريكا، زي إنجلترا، زي كندا. احنا مش محتاجين كل الناس زي تحضر الجلسة. الجمهور اللي هو الوالدين اهلها يحضروا الجلسة، لكن ترابيزة يكون عليها مية، يكون عليها مناديل. طبعا في حالات انفعال بتحصل، دموع وعياط، فالحاجات دي تكون موجودة على الترابيزة وصاد القاضي. ونوسع مكان للقاضي، نوسع مكان عشان القاضي يعرف يحكم، عشان القاضي الرول بتاعه مليان. الكورت كاليندر، اللي نتيجة المحكمة في اليوم ده، ده مش جلسة واحدة، ده جلسات وبيصدر أحكام. فعايزين القاضي يركز أكتر. مفروض اللي جاب من قفص الاتهام أو من الترحيلات ينزل محكمة اتنين تلاتة حرس بس، بس اعمل له هاند كاف، حط الكلبشات في ايده، قيده في ايده هو قاعد ده متهم. لكن مش كل الناس زي حاضرة في المحكمة، لا، مفيش محاكم برة بيكون بالشكل دوت. فرجاء خاص وزارة العدل يتم هذا يوضعه في الاعتبار، عشان طبعا احنا عندنا قضاء زي الفل، قضاء زي الفل. هذا القاضي بمحكمة الجنايات المنصورة رائع، عنده بلاغة لغوية رائع جدا، وتعامل مع المتهم بطريقة بروفيشنال، بطريقة احترافية. يجب وضع هذا في الاعتبار من أجل طبعا أن يكون الشكل المحكمة يعني جميل ومنظم. مش محتاجين كل الناس دي تقف، كل الناس دي لا، مش كتير، يعني احنا محتاجين 3-4 أفراد والمتهم
وجاي في حراسة، ده ماشي يجي في حراسة، لكن كل الأعداد ديت بتبقى كتيرة جدا في المحكمة عشان القاضي يعرف يركز، يعرف يركز. نثق في القضاء المصري ثقة عمياء في الحكم النهائي في هذه القضية. نتذكر دائما through our mistakes we have to learn، عن طريق أخطائنا يجب أن نتعلم. ها هي الحياة، كل يوم بنتعلم، خطأ وأخطاء حدثت فلاجب علينا أن نتعلم منها عشان ما نكررش الخطأ مرة أخرى. هي الحياة كده، دروس يومية وأشخاص بنتعلم منهم عشان الحياة بتستمر، ونكون إحنا كمان بنتعلم من الآخرين وما نكررش نفس الجريمة. لأن طبعا تعريف الجنان إن أنت تكرر أي حاجة الخطأ مرتين، insanity when you repeat the same mistakes twice، الجنان ان انت تكرر نفس الاخطاء مرتين.